صباح الخير، حلقة جديدة ويوم جديد ووصفات جديدة من مطبخ أسيا. مستمرين في أسبوع الطاجين المغربي، والنهاردة هنعمل مع بعض طاجين مختلف أو نوعين من أنواع الطاجين المختلف. هنعمل كسر للروتين، دايما بنقول 365 يوم سعادة على طول. النهاردة ممكن نقوم نخلي كسر الروتين حاجة مختلفة. فالنهاردة هنعمل مع بعض طاجين بالأرنبيط والجزر. هيبقى عبارة عن، يعني هو طاجين مشهور جدا في المغرب بالجزر، لكن انا دخلت عليه موضوع الارنبيط البانيه اللي بيكون في مصر. قلنا انه زي ما في وصفات مغربية مشهورة جدا للطاجين، هنحاول كمان نعمل وصفات للمغاربة نفسهم كنوع من انواع التجديد. وهنعمل كمان طاجين بكفتة السمك. وقلنا قبل او اول ما ابتدى الاسبوع ان الطاجين هنعمله في الحلة، على اساس ان كل الناس مش عندها الطاجين الفخاري المغربي. فاول حاجة هسخن الحلة، والطاجن ده انا هشتغل بزيت الزيتون والسمنة عشان خاطر يبقى طعمه كده شوية دسم ومختلف ومحبش. شوية زيت زيتون، وعندي هنا السمنة. السمنة ممكن تستخدموا السمنة البلدي او السمنة الصفراء، ما فيش اي مشاكل. حبة حلوين كده، وهسيبهم يسخنوا مع بعض. عندي هنا فرخة متقطعة. قلنا انه الفرخة بتاعت الطاجن المغربي يستحسن ان احنا نقطعها على الاقل 8 قطع، واكتر حاجة 12 قطع، يعني ما ينفعش الطاجن تبقى قطع الفراخ كبيرة فيه. وعندي بصل مفروم، وعندي يعني ليمونة مخللة كده لانه الطاجن مالح، فمحتاجة شوية حموضة تدخل للطاجن. وطبعا الكزبرة والبقدونس والبهارات بتاعة الطاجن المغربي. الطاجن انا مش هتبله من الاول، يعني الاول عايزة اقفل المسام بتاعة الفراخ، وبعد كده ابتدي اشتغل في يعني تنزل الحاجة كده بالترتيب. فانا عندي هنا الفراخ، يعني هنزل باول قطعة كده. هخلي الفراخ المسام بتاعتها تتقفل كويس قوي. هخليها هنا وابتدي افرم بقى الليمون المخلل اللي انا هستخدمه فرم ناعم. اهم حاجة ممكن تستخدموا اللب والقشر، ممكن كمان تستخدموا القشر بس من غير اللب، بس انا بحب استخدم الاتنين، وبكون حريصة بس ان انا اشيل منه البذر. الطاجن ده يعني طعمه رائع. الطريقة اللي بيتقدم بيها او الكومبينيشن ما بين الجزر وما بين الارنبيط حاجة لذيذة جدا. تغيير زي ما قلنا، احنا بنحاول نكسر الروتين. والميزة في الطواجن المغربي زي ما قلت قبل كده ان هي طواجن موسمية، بتستخدموا فيها كل الخضروات بتاعت الموسم. عشان كده هتلاقوا ان المغاربة عندهم وصفات كتيرة قوي للطاجن او للطاجين، لان هو بيبقى حسب المتوفر في السوق. وكمان بيبقى حلو ان احنا نمزج ما بين نوعين لثلاث خضار، يعني حتى المغرب عندهم طاجين بسبع خضار او اللي هي سبع خضروات كده. ده بيبقى في عز الشتاء لما بتبقى الارض مطلعه يعني غله او يعني طرحه كده خضار كتير. هبتدي في الوقت ده اقلب الفراخ. زي ما قلت انا بحاول ان انا اقفل المسام عشان خاطر ما ينزليش او الفراخ ما تنزلش ميه كتير. والطاجن ده على فكره ممكن تعملوه باللحمه، بس هو يستحسن يتعمل بالفراخ لانه بتمشي اكتر. عندي هنا بصله مفرومه، بصله كبيره حلوه مفرومه. كل ما بنكتر الطاجن فيه البصل كل ما، لانه قلت قبل كده المغاربة ما بيتخنوش الصوص بالدقيق، بالعكس احنا بنعتمد على البصل هو اللي يربط لنا الصوص بتاع الحاجة. فبيبقى بيفضل من الاول كده لحد ما بيتحول لحاجة مهرية قوي في الصوص، هي اللي بتخليه يعقد معانا. عندي شوية ثوم، حوالي 3 فصوص من فصين لـ3 فصوص. وهبتدي اضيف البهارات. عندي كزبرة ناشفة. انا التتبيله بتاعت الطاجين ده شويه مختلفه لانه دخلت فيها الكزبره زياده. الكزبره عشان خاطر الارنبيط زي الكرنب بيحتاج دايما يا اما كمون يا اما كزبره. فالكمون لو حطيته من الاول هيقعد فتره طويله على النار، فهيمرر لي الطاجن بتاعي. انا مش عايزاه يمرر، عشان كده دخلت الكزبره.
لكن الكمون هدخله في الحشوة أو في الخليط بتاع الباني بتاع القرنبيط. عندي هنا جنزبيل، عندي فلفل أبيض، وعندي طبعا شوية كركم، كده تمام. عندي دلوقتي الليمون بعد ما اشيله البذر هضيفه للمزيج ده، وعندي كزبرة وبقدونس شوية حلوين كده بالشكل ده، هخلي بس شوية للتزيين. ونضف بقى المطبخ ونشوف هنعمل ايه. طيب اول حاجة هعملها ان انا هقلب كل المكونات دي مع بعض، على اساس ان انا اول ما بدخل البهارات للطاجن بحتاج انه اللحمة تاخد من البهارات كويس قوي. ممكن على فكرة تضيفوا الزعفران للطاجن ده، بس المغرب عامة الطواجن اللي فيها خضار ما بتاخدش زعفران كتير. الزعفران معروف ان هو من انواع التوابل الفخمة اللي بتبقى غالية، فمرتبط عندنا في المغرب مع الوصفات اللي بتبقى في العزومات والافراح عندنا ضيوف، يعني دايما يقولك يعني مش عارفة المثل عندكم في مصر ازاي، بس في المغرب يعني الضيف بنعمله بس الحاجة اللي بتكلف او اللي بتبقى مكلفة. حتى مثلا الطواجن عندنا بالخضار ما بتتقدمش للضيف، بالعكس بنقدم كل ما هو لحوم، ففي الحاجات دي بيدخل الزعفران لانه تابل راقي وغالي، فالضيف بيحس كده انك كلفتي وعملتي حاجات كتير. عندي هنا الجزر اللي هستخدمه في الطاجن. الجزر احنا قطعناه قبل كده، بس هوريكوا ازاي ممكن نقطع الجزر اللي يمشي مع الطاجن، لانه شكل الخضروات كل ما كان منسق وجميل كل ما كان احسن. فدايما الجزراية كده تقطعوها نصين، وبعدين تاخدوا القلب بالسكينة كده وتشيلوه، لانه القلب ده مر، ففي الطاجن احنا ما بنحبش المرورة بتاعت الخضار، فبيبقى بالشكل ده. وبعدين اقطعوه نص دواير بهذا الشكل، بيبقى شكله لطيف خالص في الطاجن المغربي. او ممكن حتى تقطعوه صوابع طويله، بس انا شخصيا من الناس اللي بيحبوا النص هلال ده او الهلاله والنص دايره واتيفر اسمه ايه، يعني بسهوله جدا بتمشوا حسب القلب، فبيتشال معانا كده بكل سهوله بالسكينه، لانه القلب ده زي ما قلت بيمرر. وهقطع كده نص دواير بهذا الشكل. اظن كده اتكلمنا على تقطيعه الجزر. هاخد بقى الجزر انزل بيه بالشكل ده، وطبعا لما بنقول طاجين مغربي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتكلمش على المية، دايما نخلي الحاجة مقفولة على نار هادية، ونخلي البخار او الحاجة تنزل ميتها. البصل معانا عنده مية، الفراخ بتنزل مية، الجزر هينزل مية، زائد كمان كبسة البخار دي كلها او الغطاء اللي بيتكبس على الطاجن نفسه بيخلي البخار ينزل. هبتدي اشتغل دلوقتي في العنصر التاني بتاع الطاجين بتاعنا. عندي هنا يعني هحتاج قرنبيط. القرنبيط ممكن تسلقوه او ممكن تبخروه، التبخير احسن، يعني تحطوه في مصفى، تقطعوه بالشكل ده على شكل وردات وحطوه في مصفى، وبعدين على حلة او كزرولة صغيرة كده وياخد بخار نص سوا. ليه البخار احسن من السل؟ مش مسألة قيمة غذائية او حاجة، على قد ما هي مسألة شكل. البخار بيحافظ على شكل الحاجة، لكن المية او السلق نفسه بيخلي الخضار تتشتت، وانا مش عايزة الخضار تتشتت. فعندي هنا قرنبيطة كده كبيرة محترمة، قطعتها كده قطع صغيرة وعملتها على البخار 50% سوا، لانه لسه هيتقلي. عندي دلوقتي هجيب بولة، عندي 3 بيضات، عايزة اعمله باني واقليه في الزيت. بس قبل ما ابتدي اعمل كل ده هسخن الزيت. عندي هنا الحلة بتاعت القلي. اهم حاجة لما يكون عندنا اطفال في البيت ساعة القلي ما نجيبهمش خالص معانا المطبخ. عندي هنا البيض، 3 بيضات 4 حسب كمية القرنبيط.
لانه القرنبيط ده مش هيستوي مع الطاجين بتاعي، بالعكس انا هحطه ساعه التقديم، يعني هيبقى الفراخ كده مع الجزر بتاعها، وبعد كده هحط القرنبيط ده بانيه او مقلي على الوش، بيمشي بطريقه مش طبيعيه. عندي هنا كزبره ناشفه، عندي كمان شويه كمون، شويه بس ما تكتروش، وبس عشان الريحه اللي مش لطيفه بتاعه القرنبيط. وقلنا قبل كده لما نكون بنعمل القرنبيط بيتسلق او على البخار، سواء بيتسلق او على البخار، يعني لو بيتسلق بنحط معاه ترانشايه عيش، او لو حاطينه على البخار بنحط ترانشه عيش في الميه بتاعه السلق. ده بيحاول، سواء بالنسبه للقرنبيط او الكرومب او البروكلي، ده بيحاول يمتص على قد ما يقدر الروائح المزعجه بتاعه الحاجات دي. عندي هنا شويه بقدونس مفروم، وعندي ملح، وبمناسبة الملح انا نسيت ازود ملح للطاجن وفلفل اسود. لما بتبقى البهارات كلها في ناحية واحدة وبيبقى الملح في ناحية واحدة تانية بننسى كل التفاصيل دي. وهزود الفلفل الاسود. لو لقيتوا انه الطاجن مثلا محتاج شوية مية ممكن تزودوا مية، ودايما بقول وبعيد وبزيد المعلومة دي بالنسبة للطواجن المغربي او اي طواجن متبلة، عمرنا ما بنحط المية في النص او على اللحمة مباشرة، لانه بننزل كل التتبيلة وكل البهارات اللي احنا حطيناها مع اللحمة. فدايما ننزل كده من الجنب داير ما يدور على اساس ما فيش ولا حاجة تنزل بس، والزيادة تبقى دايما ربع كوباية لنص كوباية بالكتير، لما يتسبك تزودوا تاني عشان ما يفقدش نكهته. طيب عندي دلوقتي البيض اللي انا عملته، هخلط الحاجات دي كلها كويس قوي مع بعض، وهجيب القرنبيط او الكرنبيط زي ما بتقول نرمين، وهنقليه القلي العادي اللي احنا متعودين عليه بالنسبه للقرنبيط الباني. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل مع بعض الطاجن التاني بتاعنا، وهنشوف شكل كمان الحاجه هيطلع ازاي. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل. افكركم ان النهارده حلقه بطاجين او حلقه خاصه بالطاجين، وعملنا فيها في اول فاصل طاجن او طاجين مغربي بالفراخ والجزر والقرنبيط، ودلوقتي هنعمل طاجن برضو بس هعمله في الطاسه. الطاجن ده عباره عن طاجن كفته فراخ، وهعملها بالفلفل المشوي. اول حاجه انا هشوي الفلفل. اتكلمنا كتير قبل كده عن الفلفل، وقلنا ان هو بيتشوي يا اما على عين البوتاجاز او على الجريل او في الفرن زي ما تحبوا. فانا النهارده هعمله في الجريل، بسخنوها كويس وخلوه يفرقع كده ويعيش حياته. هنا برضو بسخن الطاسه، عندي شويه زيت زيتون، واول حاجه هعملها هعمل صلصة كثيفة وحلوة جدا زي صلصة البيتزا اللي هتبقى هي القاعدة بتاعت الطاجن بتاعي. عندي هنا البصل، خلينا نحط الكل، وعندي الطماطم، هسيبها تعيش حياتها هنا بحيث ان الطماطم تتهري كويس قوي مع البصل. هقلب كويس جدا، وزي ما قلت هسيبها تعيش على نار هاديه، بس قبل ما اسيبها تعيش على نار هاديه ممكن ازود صلصه الطماطم عشان خاطر اللون. طيب دلوقتي مبدئيا خلينا الصلصة تظبط، وانا خلاص كده يعني وصلت او عملت البيز بتاع الطاجن، هبتدي اشتغل على كفتة الفراخ. وطبعا دايما وانا بشتغل عينيا على الفلفل، اقلبه يمين وشمال لحد ما يسود كله، ولما بنشويه بنحطه في كيس عشان يعرق، نقفله حوالي 5 أو 10 دقايق. لما بيعرق بيبقى سهل علينا ان احنا نشيل القشرة السوداء دي وننضفه، وبعد كده بنقطعه جوليان او شرايح. عندي هنا الفراخ، انا الفراخ
مستخدمة صدور فراخ، ممكن تستخدمه كمان من الورك، لأنه الورك قلنا قبل كده إن هو أطرى من الصدر، فبيبقى اللحم بتاعه فيه عصارة حلوة. هزود شوية زعتر، ممكن تستخدمه الزعتر الأردني اللي بالسمسم أو الأوريجانو زي ما تحبوا. هبتدي بقى أتبل كفتة الفراخ دي. عندي شوية شطة وعندي بودرة الثوم، ونفس البهارات اللي بزودها للكفتة هي نفسها اللي بزودها للفراخ. عندي بقى هاخد شوية جنزبيل بالشكل ده، وقلنا نفس يعني عشان يبقى الطعم متعادل هنا وهنا. عندي رشة كمون ورشة برضو هنا، فلفل أبيض، فلفل أبيض هنا، وممكن اخد شوية كركم هنا على اساس ان هو ما يبقاش اللحم ابيض، شوية كركم هنا. تمام، وعناية دايما على الفلفل عشان خاطر يتشوي كويس. هجيب بقى الفراخ دي وابتدي اعجنها بالشكل ده. نسيت حاجة مهمة واللي هي الملح والفلفل الأسود. never too late، هجيب الملح والفلفل الأسود هنا وهنا تاني، وشوية الملح، ويستحسن ما نكترش الملح لأنه إحنا هنزين الطاجن بالليمون المخلل والفلفل، هنخلي بالنا من النقطة دي. هجيب الجوانتي وابتدي اشكل كور كفتة فراخ. بس قبل ما اشتغل في الكور بتاعة الكفتة هطمن بس على الصلصة اخبارها ايه. ممكن في المرحلة دي نزود لها شوية مية على اساس ان انا شايفة السوائل ابتدت تقل. طيب بالشكل ده، والمية دايما في الطاجن المغربي تنزل بالتدريج وشوية شوية، ما ينفعش ان احنا نزود مية كتير لانه كتر المية ده بيودي الطعم بتاع البهارات وبيخلي لي الصوص مش ده اللي انا عايزاه. كده تمام قوي، محتاجة شوية بس كمان. هروح بقى جايبه الكفته بتاعه الفراخ واخدها اكورها كور صغيره بالحجم ده، يعني زي حبايه المشمش، وارصها داير ما يدور في الطاجن. واحنا ماشيين لازم الاول الكفته تستوي يعني حوالي نسبة 90%، وبعد كده بننزل بالفلفل بعد ما يكون اتشوى وتقشر وتنظف، ننزل بيه شرايح على الوش مع الليمون المخلل، وبكده بنسيبهم حوالي 10 دقايق زيادة اللي يكملوا 10% بتاعت الكفتة دي، ومنها كمان الطاجن ياخد من طعم الفلفل المشوي. الميزة في الطاجن ده ان هو مش بس خفيف، هو كمان سريع وتغيير. والحلو في طاجن، انا عامة بحب الطواجن اللي بتبقى معمولة بالحاجة المفرومة، يعني سواء كفتة فراخ او كفتة لحمة، لانه مش بس بتبقى عبارة عن وجبة للغدا، ممكن كمان تمشي للعشاء وتبقى لطيفة تتقدم سواء مع المكرونة او مع الرز. احنا معروفين اكتر ان احنا بناكل الطواجن مع العيش، لكن يعني الناس الدول العربية التانية اللي بيفضلوا ياكلوا الحاجات مع الرز والمكرونه، الانواع دي من الطواجن بتبقى هايله جدا وبتمشي كويس قوي مع المكرونه والرز. واحنا ماشيين لحد ما نخلص، اظن كده انتوا فهمتوا الفكره. انا هشوفكم بقى بعد ما يتشوي الفلفل وكل حاجه تظبط، ونيجي نقدم الطواجن بتاعتنا مع بعض. طبعا
طاجن الفراخ او كفته الفراخ بالفلفل المشوي جهز معانا، وكمان الطاجن اللي احنا حضرناه بالجزر والقرنبيط. القرنبيط ده شكله بعد ما بيتحمر، يعني القرنبيط اللي احنا متعودين من حمره بانيه. فناخد الفراخ ونحاول زي ما قلنا في طبق التقديم نعمل رصه حلوه للفراخ، ودايما بنبتدي بالفراخ الاول بعدين بننزل بالصوص والخضار على الوش. ده شكل تقديم الطاجن المغربي. شفتوا الصلصه اتسبكت، بقت تخينه بالبصل اللي احنا حطيناه في الاول. يعني احلى حاجه بصراحه في الكون هي الطواجن دي، وخصوصا في الشتاء. انا مش حرماكم من حاجه، عمالين تبعتوا وتقولوا عايزين طاجن مغربي، عايزين طواجن مغربي، اهو اسبوع خاص بالطاجن المغربي. تسلمي للناس دي المغرب، فكرتوني في ماما. ماما استاذه الطواجن المغربي كده. تمام، هنجيب بقى كل شفتوا الصوص بيتخن بيبقى عامل ازاي. هنرص بقى الجزر ده كده في النص. دايما بنحاول نرجع للشكل الهرمي بتاع الطاجين، كاننا عاملينه في الفخار بالظبط، يعني كاننا عاملينه من الاول رصينه رصه حلوه. انا مش قادره اقاوم، جعت. والكفته بتكمل 10% بعد ما حطينا لها الفلفل. شفتوا الصوص بيتخن ازاي؟ اهو الطاجين المغربي يعني ما بيبقاش فيه صوص كتير، يعني بنحاول ان احنا نخلي الحاجة تعقد وتبقى متسبكة بالبصل بتاعها بس. تحفة، شوية عيش كده حلوين سخنين. سلام. دايما نظبط الجناب عشان الحاجة يبقى شكلها لطيف وحلو. ونجيب القرنبيط نعمل له مكان حلو كده، انه القرنبيط هيبقى بس حاجه كده كديكور يمشي مع الجزر بتاعنا اهو بهذا الشكل اللطيف والجميل. ده كان طاجن القرنبيط والجزر. بهذا الشكل تهيألي كفاية كده. هاخد كمان شوية ليمون عشان نعرف الناس ان هو فيه شوية ليمون حلوين. والليمون عامة في المطبخ المغربي يستخدم للتزيين زي الفلفل الحراق كده، عشان الناس اللي بتحب الحاجة يعني فيها شوية حموضة او سبايسي على حسب ما انتوا عايزين. انا مستنيه اختم الحلقه بفارغ الصبر، اللي هيقرب من الطبق ده يعني هزعله من الكرو. طيب ده شكل الطاجن بتاعنا الاولاني اللي بالقرنبيط، وهزين برضو دي بالليمون، لانه قلت اللي هو يعني تزيين اكتر للناس اللي بتحب تاخد شويه حاجه مزه كده زي الترشي مع الاكل. هنعمل برضو للشكل ده وهكذا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. عملنا مع بعض طاجن فراخ او طاجن فراخ بالجزر والقرنبيط الباني، وعملنا كمان طاجن سريع بالكفتة او كفتة الفراخ مع الفلفل المشوي الالوان، وقدمناها مع صلصة حلوة كده زي البيتزا بالاوريجانو او الزعتر. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، يا رب يكون اسبوع الطواجن قدرنا ان احنا نوصلكم بعض من وصفات الطاجين المغربي. تحية من المغاربة للمصريين وللعالم العربي كله اللي بيشوفنا. يا ترى الاسبوع اللي جاي مخبلنا ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الحلقات الجايه. تابعوني بس هنا، ولو في اي حاجه ابعتولي على صفحه القناه او على مطبخ اسيا.